مادة 13 وضعت على أساس أن يعني تنظيم المنافسة بين الشركات الطيران المتعاقدة في هذه الاتفاقية، أن المنافسة تكون عادلة بين الطرفين، فبالتالي يكون في هناك رغبة أيضا على أسعار التذاكر والمبيعات المطروحة للجمهور، بحيث أن ما يكون لشركة الطيران أنها تطرح أسعار نازلة ومنخفضة جدا نتيجة الدعم اللي تتلقاه، فبالتالي يضر بالسوق ويضر بمصالح الشركة المشغلة الأخرى. فالهدف الأساسي هو منها أن يكون المنافسة عادلة بين شركات الطيران المعينة من قبل الطرفين في هذه الاتفاقية، وهذه أيضا معمول في جميع الاتفاقيات الموقعة في العالم. بالنسبة حق الدعم الحكومي اللي تفضلتي فيه اللي هو السبسيدي، هذه أيضا ممنوع في بعض الدول على أساس أنه ما يعطي شركة طيران معينة نتيجة للدعم اللي تتلقاه أفضلية على الشركة الأخرى، فبالتالي ما تكون المنافسة عادلة بين الطرفين. فيما تفضل فيه سعادة النائب في عدد الاتفاقيات، أنا وضحت في الجلسة السابقة أهمية الدخول في هذه الاتفاقات، وأن هناك في دول مجاورة وصلت الاتفاقيات عندها إلى 147، إحنا في البحرين وصلنا إلى 100. عدد الدول المنضمة للمنظمة الطيران المدني الدولي الإجمالية 193 دولة، فهناك في دول كثيرة في العالم تسعى أنها تدخل في اتفاقيات خدمات جوية مع جميع الدول المنطوية تحت منظمة الطيران المدني الدولي، والاستفادة القصوى يعني إلى جانب الأمور التشغيلية والتجارية والاقتصادية والسياسية أيضا، هي تثبت عند المنظمة لما أنت يكون عندك عدد كبير من الاتفاقيات وأن الدول مقبلة على أنها تدخل معك في مثل هذا النوع من الاتفاقيات، أن أنت نظام السلامة ونظام الطيران المدني بشكل عام متوافق تماما مع الإجراءات والتوصيات والقواعد القياسية الصادرة عن المنظمة. فهناك في فوائد كثيرة لهذه الاتفاقيات، ومثل ما وضحنا قبل أنت لا يمكن أنك تدخل في عملية تشغيل أو اتفاقية أو مذكرة للتشغيل بين طرفين أو بين مطارين ما لم يكن هناك في الأداة القانونية اللي تسمح لك أنك تدخل في مثل هذا الشيء، والأداة القانونية اللي هي اتفاقيات الخدمات الجوية اللي موجودة. شكراً.